مشاهدينا مساء الخير، مرحبا بكم في الأيام الأخيرة المتبقية من معرض مسقط الدولي للكتاب لهذا العام. الطريق إلى المعرض اليوم بهيج واحتفائي، إذ يبلل المطر ويرصف دروب الوافدين والزائرين إليه. وحلقتنا اليوم تتناول موضوعا ناعما وبهيجا كالمطر، حلقتنا عن القراءة والأطفال، وفيها نحتفي بمجلة الأطفال الجديدة مرشد، ثم نتحدث مع إسحاق الراشدي عن دار المنهل وبعض الكتب المتخصصة التي تستهدف الأطفال. وبعدها ننتقل إلى الشذا التي فازت في قطار مسابقة قطار المعرفة للقراءة، ونستضيف معنا في الاستوديو والدها عبد العزيز. ونختم بموضوع عن العربة المتنقلة وكيف نشرت ثقافة القراءة بين الطلاب. مرحبا بكم. مشاهدينا، كما عودناكم فقرتنا الأولى دائما تبدأ بجولة في المعرض واقتناص ما يمكن أن نقدمه لكم. وبما أن حلقتنا اليوم عن الأطفال، الزميل محمد سعدون اقتنص لنا هذا الموضوع عن لعبة الأونو الرياضية. مرحبا بك يا محمد. أهلا دكتورة، ومساء جديد من مساءات برنامج الفهرس. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مساءاتكم سعيدة أحبتي الأكارم أينما كنتم تشاهدون عبر هذا البرنامج اليومي. نجول بين أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب، هذا المعرض الذي شارف على الانتهاء في أيامه الأخيرة، ودائما كل يوم نشهد قائمة إصدارات طويلة نذكر منها بشكل سريع: جاسم البطاشي، أحلام القرصان الحائر، وقع اليوم على كتابه أو إصداره مصطفى باشا، وقع على منهاج المبدعين الأطفال، ونعم الأطفال، وحنان العامري الأشياء بلا ذاكرة، حسن مدن الكتابة بحبر أسود، وأيضا مجموعة من الإصدارات لهذا اليوم اللي تشهد إقبال كبير من مختلف دور النشر، تتضمن مجموعة كبيرة من الإصدارات بالإضافة إلى الأنشطة المصاحبة في قاعة الفراهيدي وأيضا قاعة ابن دريد وقاعة العوتبي، مجموعة كبيرة من الفعاليات بالإضافة إلى ركن الطفل اللي يحظى باهتمام كبير هذه السنة كباقي السنوات الماضية، كون الطفل مهم جدا لبناء هذه اللبنة. طبعا اليوم نحن راح تكون حلقتنا بشكل كامل عن الطفل، الاهتمام بالطفل، قراءة الطفل بشكل عام، لذلك راح نقترب
من موضوع معين مع ضيفي يوسف بن حمود الفرعي. يوسف مساء الخير. النور. طبعا يوسف اللي نعرفه أن معك مشروع اللي هو مشروع أونو رياضياتي، خلينا أول شيء نتحدث عن الفكرة بشكل عام. هذه الفكرة أتت من سابقا في التنمية المعرفية، أبنائي كان يشارك، ابني وصاحبه شاركوا في التنمية المعرفية اللي هو اللي تنظمه وزارة التربية، وقابوا مركز على مستوى السلطنة ولله الحمد. إيش هي هذه اللعبة؟ عبارة عن إيش؟ عبارة عن حفظ جدول الضرب بطريقة سهلة من خلال اللعب، اللي هي اللعب بالورق مثل الأونو، مثل لعبة الأونو المعروفة. فبالتالي لما يلعبها ممكن يحفظ جدول الضرب بطريقة سهلة ومبسطة. نتحدث عن تواجدكم اليوم في ركن الطفل. الحمد لله الإقبال كان طيب، وكل الجميع كان يسأل عنها، فالحمد لله كان الإقبال طيب من الجميع. كيف شفتوا تفاعل الأطفال، أسئلتهم؟ ربما بحكم تواجد هذه اللعبة هنا في هذا المعرض أو في ركن الأطفال، يعني ممكن بهذا التلاحم بين الأطفال، بتواجد الأطفال بشكل يومي، ربما هناك أفكار جديدة تطويرية لهذه اللعبة. نعم طبعا، اللي هو مشاركاتهم وتفاعلهم طيب من الجميع ولله الحمد، وحتى كان كثير مهتمين باللعبة، فكان يشاركوا كثير يطالبوا فيها. طيب هي يوسف بداية كانت فكرة من في البداية؟ هذه كانت بداية ابني وصاحبة جالسين معنا في المنزل، وأتت الفكرة من خلال تواجد ابني الصغير، كان عنده لعبة أونو العادية، فشافوه مع الأونو العادية وأتت الفكرة من هناك بطريقة أونو رياضياتي بطريقة جدول الضرب عبارة. الآن دور الأب، كيف وقفت مع الابن لتطوير هذه اللعبة، مساعدته ليشارك فيها في مناسبات وفي تظاهرات ثقافية مثل هذه؟ الحمد لله دعمته ماديا أول شيء، وساعدته وحاولت بكل جهدي على أساس أنه يوصل الفكرة للمجتمع ويوصل الفكرة لذا. أنا أشوف كذا مجموعة من الأشكال المتواجدة معك، خلينا نشوف كذا مثلا هذه اللي هي جدول الجمع والطرح. جديد جدول الجمع والطرح، وهي عبارة عن الجمع والطرح يعني مفيدة للطلبة اللي هم الأطفال ما قبل المدرسة وللطلبة اللي في الصفوف الأساسية الأول والثاني والثالث والرابع. أنا أشوف هنا الجزء الثاني متقدم، هل هناك مراحل بحيث أنه الطفل تكون العملية سهلة له؟ نعم، سوينا اللي هو مبتدئ والثاني الجزء الثاني متقدم. الجزء المبتدئ جمع وطرح بأسئلة بسيطة خفيفة وتكون مناسبة حالة، والجزء الثاني اللي هو المتقدم اللي عندك ونفس شيء تكون الأسئلة كبيرة على أساس أنه يكون يتطور يتدرج في الأسئلة. أيضاً العلبة الأخرى الأونو رياضيات اللي هي حفظ جدول الضرب طريقة سهلة وميسرة من خلال اللعب. فكرة ممتازة ومميزة، نتمنى لكم بإذن الله التوفيق في قادم الوقت وتطوير مثل هذه الأفكار البناءة اللي ممكن تساعد الطفل يتطور في مجال الرياضيات وأيضا في كل المناهج التعليمية. يوسف بن حمود الفرعي شكرا لك. أحسنت، جزاكم الله خير، نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وجزاك الله خير. إذن هكذا أحبتي الأكارم، كانت هذه وقفتنا الأولى، مشروع هذه اللعبة اللي يطور من فكر الطالب سواء كان في الرياضيات، ونتمنى مشاهدة أفكار في شتى المجالات للطفل للتسهيل، وعندما يتمازج الترفيه مع التعليم فإن المعلومة تصل بكل سهولة ويسر للأطفال. برنامج الفهرس متواصل معكم حتى العاشر، هذه كانت وقفتنا الأولى ولنا وقفات أخرى، فتابعونا.
مرشد، أول مجلة عمانية موجهة للأطفال، هي أول موضوعاتنا لهذا اليوم، ونستضيف عن المجلة الإعلامي حمود الطوقي. مرحبا بك معنا يا حمود. مساء الخير دكتورة مي، مساء الأجواء الجميلة اليوم أيضا كان فعلا يعني بالنسبة لي يوم سعيد جدا أن ندشر هذه المجلة في احتفالية كبيرة وعرس ثقافي عماني، ونحن أيضا نعيش لحظات جميلة ومهرجان مسقط للكتاب. يعني كان مخطط لهذه المجلة أن تدشن اليوم وتدشن في هذا الموسم قبل سنتين. يبدو أنه يعني حتى البلد تحتفي معكم والطقس يحتفل معكم، لأنه وأخيرا صدرت مجلة للأطفال، وكله وأخيرا أصبح للطفل العماني مجلة، لأنه كبرنا على مجلات الغير، بمعنى يعني رغم أنه هذا ليس بالشيء السيء، يعني في المعرفة موضوع مفتوح، لكن من الجميل أن تكون لنا مجلة يعني موجهة يعني لنا للأطفال، لأطفالنا من بيئتنا تتحدث عنا. فقبل أن ندخل المجلة، برأيك لماذا تأخر مشروع مثل هذا حتى هذا الوقت؟ والله أعتقد أن كانت هناك محاولات، ولكن لم تكن محاولات جادة، ممكن كان هناك تخوف، لأن التعامل أيضا مع الأطفال تعامل كثير صعب. إنتاج مجلات خاصة للأطفال تحتاج إلى نفس عميق ونفس طويل. كانت هناك محاولات حسب ما علمت منذ الثمانينيات، ولكن كانت أيضا هناك تريث، لأن أيضا كان يحتاج إلى وجود كادر، وجود فكر، وكان كل مرة يتأخر مشروع. ولكن أنا من 4 سنوات بديت أفكر في هذا المشروع، وأصدرنا ملحق داخل مجلة الواحة سميناها واحة الطفل، حدود 10 صفحات. من خلال ملحق الواحة لمست المتابعة الكبيرة من قبل الأطفال، أيضا من قبل أولياء الأمور، وكانت تأتيني بعض المقترحات، لماذا ليس الملحق هذا ما يتحول إلى مجلة. نعم، فيعني من إقبال الناس على الملحق وقراءة الأطفال له، حسيت أنه سيكون هنالك إقبال على هذه المجلة، هنالك حاجة لها. نعم بالضبط، هذا اللي من خلال هذا الملحق تولدت فكرة أن تكون لدينا مجلة، واشتغلنا على مدار سنتين لكي نتأهل بشكل كبير وتصدر المجلة، وأيضا اختيار اسم مرشد أيضا له حكاية. طيب حدثنا عن هذه الحكاية، لما اخترتم اسم مرشد؟ حقيقة تعرف مجلات الأطفال في الوطن العربي ترتبط بالاسم، ونحن أيضا لدينا أسامي عمانية، لابد أن الشخصية الرئيسية عادة في المجلة، الشخصية الرئيسية أيضا الاسم مرشد اسم عماني أصيل. أنا بحثت أيضا عن هذا الاسم، وجدت أن ممكن عمان تتميز بهذا الاسم عن غيرها من البلدان العربية. أيضا جاء مرشد أيضا للطفل للإرشاد، للطفل الذي يرشد زملائه وأقرانه بمعلومات دقيقة ومعلومات جميلة، علاوة على أيضا نحن أيضا نرتبط بالإمام ناصر بن مرشد، ونعلم طبعا شخصية ناصر بن مرشد، هو كان قائد تاريخية. نعم، قائد فذ استطاع أن يقود الأمة وهو شاب يافع عمره 21 سنة. لهذا جاءت أيضا لكي نؤرخ هذه الشخصية من خلال الجيل الجديد. نعم حقيقة بجد، يعني هي التقاطة ذكية العنوان، لأنه يعني في إيحاءات مثل ما قلت، إيحاءات نعم مختلفة. نعم، تاريخية وثقافية يعني. نعم، وفي نفس الوقت كما قلت هو دليل، كأنما هو دليل للأطفال. نعم، يعني موضوع إصدار مجلة موجهة للأطفال ليس بالأمر الهين، ويعني أنت اعترفت بذلك، وقلت أنه من أسباب تأخر هذا المشروع ليس بالأمر الهين. دكتورة والله أنا لا أخفي القلق، قلق فعلا يلازمني على مدار سنتين وأنا أدخل في خضم هذه المغامرة. أنا أعتبرها مغامرة أن تصدر مجلة. أنا خبرتي في هذا الجانب خبرة طويلة، تقريبا على مدار 20 سنة ونحن نشتغل في هذا الحقل. أصدرنا العديد من المطبوعات، مجلة الواحة اليوم نحن نحتفي بها ب13 سنة. بالنسبة لي كانت سهلة جدا أن نحن نصدر مجلة شهرية ونعمل ملاحق،
ولكن على مجلة متخصصة للأطفال كان هناك أيضا سيناريو مختلف، سياق آخر مختلف جدا. يعني رغم أن لكم تجربة في الملحق، لكن موضوع الملحق مختلفا. هو الملحق كان الملحق ساعدني، أعطاني على الأقل كأفكار، وضعني في خطوات أولية لإصدار هذه المجلة. ولكن فعلا أنا علي الحين أنا أتعامل مع 25 رسام من السلطنة ومن مختلف دول عربية، وكل رسام لابد أن يكون تجلس معه لساعات حتى يفهم الشخصية، والشخصية هذه حتى تصل للطفل وكيف نحن نوصل لها. الفريق الذي يشتغل معك عمانيين؟ نعم، يعني الرسامين والمحررين. مدير التحرير زميلتنا بشرة الحارثية أيضا أخذت دورات متقدمة في مجال قبل يتم تعيينها رسميا، دورات في الأردن في مجال الطفولة أيضا أقيمت هنا في عمان. لدينا كادر صحفي عماني، وأيضا لدينا رسامين من السلطنة ومتعاونين مع رسامين أطفال خاصة في مجال قصص أطفال من مختلف دول العالم خاصة من سوريا. والمحررين عندهم علاقة بأدب الطفل واتصال على يعني لديهم تمرس كبير في مجال أدب الطفل. استطعنا أيضا أن نتواصل مع مخرجين يتعاملون مع كبرى الصحف الأطفال وقنوات فضائية الأطفال، تفاوضنا معهم أيضا، كان تحدي أيضا هم يقبلون هذا العمل كون لنا مجلة جديدة، ولكن لما شافوا عندي الإصرار وعندي العزيمة قرروا أيضا هم يغامروا معي. وأيضا نحن أعتقد أن يستحق الطفل العماني كله مجلة. يعني طيب دعنا نحدث الطفل العماني عن بعض الموضوعات الموجودة عندكم، الأبواب الموجودة في هذه المجلة. يعني نعم طبعا نحن عندنا شخصية رئيسية هي شخصية مرشد. مرشد هذا الطفل النبيه دائما يحاول في كل عدد في كل يلتقي بجده. الجد هو الذي يتحول الطفل المرشد إلى صحفي أو يسأل عن إحدى الشخصيات. نحن مثلا العدد الأول عندنا شخصية الفراهيدي، الطفل يسأل جده من هو الفراهيدي ويتعرف على هذه الشخصية، أين ولد الفراهيدي، ما هي إنجازات الفراهيدي، كيف استطاع الفراهيدي أن يكون عالم مشهور وهو من عمان. ويكتشف الطفل مرشد إنه أيضا هو من عمان، يعني إنه يرتبط بهذه الشخصية من خلالها. ونحن على مدار هذه السنة سوف نركز على الشخصيات اللي موجودة العمانية سواء كانت التاريخية أو حتى الشخصيات التي كانت لها أثر على المجتمع وعلى البيئة في عمان. وحقيقة أنا لما تصفحت المجلة وجدت عندكم مواضيع مختلفة، تاريخية. نعم. وعلمية وثقافية وصحية ثقافية. نعم. ومواضيع تتعلق بالفن بالتراث والفن. نعم. وحتى عندكم ضيوف، يعني مثل ضيف العدد دكتور هلال بن سعيد الحجري. نعم هذه كانت فكرة إن لدينا بعض زملائنا أيضا كانوا يوم الأيام أطفال، وكان يوم الأيام يقتنون مجلات أطفال. قلنا نحن نبدي بالجيل اللي هو الجيل السبعينيات، يعني اللي أيضا عاش النهضة وحال أصبحوا لديهم مناصب في البلد. ضيفنا الأول كان فعلا دكتور نماذج حية للأطفال. نعم دكتور هلال. أيوة. الحجري وهو أيضا من المهتمين بأدب الطفل. نعم. حاليا هلال الحجري يتحدث عن نفسه كيف كانت طفولته، يعني نعم. ويحدث الطفولة كيف الطفل يتعرف عن الطفل في السبعينيات والطفل حاليا. نحن في هذا القرن، يعني نحن في فضاء واسع في فضاء مفتوح. أنا عندي سؤال بس حمود، يعني المجلة في مواضيعها وعناوينها جذابة ورائعة، يعني موضوعات جدا ممتعة، لكن يعني أنا شدني وأنا أتصفح المجلة ذكرتني بالمجلات التي كنت أتصفحها سابقا، يعني في سني لما كنت صغيرة. بالضبط. فيعني فكرت أنه يعني أطفال اليوم هل هم نفسهم أطفال الماضي؟ هل ذات الموضوعات تشدهم؟ هل ذات الصياغة تشدهم؟ هل عرضت هذه بعض نماذج هذه الموضوعات على الأطفال؟ يعني عملت مثل مختبر؟ نعم أيوة يعني. بالضبط. نحن عملنا طبعا عصف ذهني، اشتغلنا على بالتعاون مع مجموعة من الأكاديميين في جامعة سلطان قابوس، شكلنا اللجنة قبل بنصدر المجلة، عملنا ورش مع الأطفال وزرنا المدارس وزرنا أيضا الأكاديميين وتحدثنا هل نحن في حاجة إلى وجود مجلة.
طبعا كان الأطفال لمسنا أيضا فيهم شوق للقراءة. نعم. وخاصة نتميز نحن في عمان أن الطفل العماني كثير متميز. أنا سئلت هذا السؤال في إذاعة مونت كارلو لما قلت أن الطفل العماني متميز، قالوا كيف يعني متميز؟ هل هو متميز عن أقرانه في الوطن العربي؟ قلت له نعم متميز، لأن الطفل العماني أيضا يعني متأصل بعلاقاته وعنده أيضا العادات والتقاليد العمانية دائما منذ نعومة أظفاره. الطفل العماني يحفظ القرآن، الطفل العماني تحصل مجتهد، الطفل يلقي القصائد ويحفظ، ولكن يحتاج إلى توجيه. لهذا كانت نحن شفنا أن التحدي أيضا أن نوصل هذه المجلة إلى كل بيت. كل بيت نحن نتمنى أن تصل لهذه المجلة حتى أيضا يشاركوننا في هذا المشروع، في هذا المشوار الطويل. نعم، حيث بعدين أيضا ممكن تأتيكم ملاحظات مراجعات لتطوير المجلة. جدا يعني نحن بنستمد من قوتنا من الملاحظات الأباء والأطفال. يعني نحن نتمنى أيضا دكتورة حاليا فرصة أنك أنت تناقشين هذه المجلة مثلا مع الأطفال في البيت عندكم. أيضا آراءهم مهمة جدا، نحن عملنا لما لم تفتحوا هنا في المعرض مثلا بابا لذلك؟ يعني نعم فتحنا موجودين، فتحت باب. نعم عندنا جناح تستقبلوا يعني ملاحظين. نعم جناح الأطفال، ننظم ورشة حاليا خلال اليوم للأطفال. نعم. وننتهز فرصة المجلة إن موجود حاليا يتم توزيع المجلة هنا، خاصة اليوم نحن تم طبعا الحمد لله التنشيط الرسمي. نعم. وشرفنا معالي الدكتور وزير الإعلام. نعم. أيضا كان سعيد جدا بهذا الإصدار يعني، وأيضا كان سعادة وكيل الإعلام. أظن الأطفال هم الأكثر سعادة بالموضوع يا أخوان. نعم الحمد لله. يعني إن شاء الله نأمل دكتورة أن نحن نحقق للأطفال إن شاء الله هذه الطموحات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا حمود، شكرا على وجودك معنا، وفعلا يعني فكرة رائعة ونتمنى لها التوفيق. شكرا لك إن شاء الله. مشكورين ونشكر طبعا نشكركم على هذا الاستضافة. ونحن اليوم نحن فعلا مثل ما قلت نعيش عرس جميل يعني بمناسبة معرض الكتاب، وندشن أول إصدار للأطفال. وأملي فعلا وهذه دعوة من خلال المنبر أن يكون هناك تكاتف من بين الأسر العمانية لاقتناء هذه المجلة، أيضا هم شركائنا في أي الملاحظات. أظن المجلة ستروج لنفسها وتفرض نفسها طبيعة القراءة. شكرا على وجودك. شكرا يا شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا، لازلنا متواصلين معكم، وأيضا لازلنا مع الأطفال من مجلة موجهة إليهم إلى الركن المرصود لهم هنا في معرض مسقط الدولي للكتاب، وزميلنا محمد سعدون ينقلنا إليه. We'll be right back.
مساء الخير، مساء الثقافة، مساء الفكر، مساء هذه القراءات الجميلة. اليوم حلقة الفهرس مشاهدي الكرام غير، اليوم نتحدث عن هذه البراءة للطفولة، نتحدث عن رجال القد، نتحدث عن هذه الاستراتيجية الوطنية لهذا الطفل، نتحدث عن هذه الوجوه الجميلة التي أكيد في يوم من الأيام سيكون على كاهلها هذا البناء والتنمية هنا في السلطنة. يسرني يكون معي الطفلة أو الطالبة هاجر بنت عبد الرضا البلوشي، وهي اليوم هكذا متواجدة في معرض مسقط الكتاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير زين. أي صف؟ سادس. شاطرة ولا ها؟ زين. لازم تقري عشان تكون أمورك طيبة إن شاء الله. طيب هاجر، أنت متواجدة أيضا، والسنة الماضية خبرتين علينا أحيانا مع والدك بين الحين والحين أحيانا تجين المعرض. خبرنا إيش أخذتي من المعرض؟ إيش تقرأي؟ خضيت قصص ويعني ألعاب التركيب كذا أشياء عشان أستفيد منها. يعني هوايتك في التركيب ولا تقرأين القصص؟ أي شيء منهم، ويعني أحب أني أقرأ وأستفيد من القصص اللي قريتها. طيب هل عندكم انتم في المدرسة احيانا لما انت مثلا انت عندك اي عنوان الان؟ قيمة روح التعاون. قيمة روح التعاون في سلسلة اخلاق الانسان، يعني هذه القصص اكيد تساعدك حتى في المنهج. يعني لازم اتعاون بين كل شيء اسويه عشان احصل اجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. اذا هذا الكتاب اصبح بالنسبة لك قيمة تستطيعين في حياتك من خلال الممارسة اليومية، سواء كان في البيت سواء كان ايضا في المدرسة، يكون بالنسبة لك شيء افضل يعني من الطالب العادي اللي ما تقرأ. يجب أن أتعاون مع جميع الناس عشان طيب يقرئينا البداية. هذا في يوم الجمعة جلس رامي في فناء البيت يلعب. أحضر مجموعة من الأوراق الملونة وصنع منها طائرة ورقية جميلة، وقبل أن يخرج من البيت نادته أمه قائلة: تعال يا رامي لتساعدنا في تنظيف غرفتك. إذن من هذا الكلام نستطيع أنه نتعاون أكيد مع الأم، نتعاون مع المعلمة، ونتعاون مع المعلم، ونتعاون أيضا مع الناس أيضا العاديين حتى في المجتمع. عموما نتمنى لك كل التوفيق هاجر، ونتمنى دائما أن تشتري أشياء كثيرة جدا من خلال الدراسة. أنت محتاج إلى قصص، إلى أشياء، إذا تحبين أيضا النواحي التركيبية ربما تكون لك هكذا في الروبوت، في أيضا النادي العلمي موجود في السلطنة. نتمنى لك كل التوفيق. مدرسة أن نصنع الروبوت وكيف نخلي الروبوت يعني مثل شيء حقيقي للإنسان. إذن الروبوت يحاول أيضا أن يكون في أكيد في الحياة اليومية، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا هاجر. عفوا. إذن تحية لكل أطفال السلطنة، تحية لهذه البراءات الجميلة، تحية أيضا لهاجر التي كانت أكيد شرفتنا من خلال هذه الوقفة. مباشرة لازلنا في معرض مسقط الدولة للكتاب، وتفاصيل كثير جدا لازلنا، ولكن مباشرة للزميل محمد سعدون والمسابقة، ونتعرف على فائز اليوم. محمد إليك. شكرا محمد المهري، وعودة مجددا أحبتي الأكارم إلى هذه الفقرة، فقرة الموسوعة العمانية. برنامج الفهرس يقدم لكل زوار هذا المعرض، معرض مسقط الدولي، نقدم لكم الموسوعة العمانية 3 نسخ يوميا، بالإضافة إلى نسخة عبر الرسائل النصية القصيرة. تعودتوا على أسئلتنا، أسئلة سهلة بسيطة، معلومة تفيد الزائر وأيضا تفيد المشاهد الكريم، وأيضا نقدم لهم الموسوعة أو المتسابق. تفضل هنا لو سمحت. مرحبا بك. بداية نتعرف عليكم، من وين؟ من ولاية الخابورة، عبد الله بن قاسم القاسمي. مرحبا عبد الله. أولا قبل ما أسألك السؤال، برأيك بالمعرض، رأيك بهذا الملتقى الثقافي، هذا المعرض؟ والله هذه ظاهرة ثقافية يعني إحنا نحرص عليها كل سنة، وهي يعني تقرب على المثقف وطالب العلم يعني دور النشر، ويستفيد من المعروض يعني وينتقي على حريته يعني. زرت دور النشر اللي هنا، في عناوين كذا معينة حبيت تأخذها؟ والله اشتريت كتب ثقافية وفي اللغة العربية وفي العلوم الإسلامية، الحمد لله. نعم. جميل. بما أنه العلوم الإسلامية، فسؤالك هو ما أول كلمة نزلت في القرآن الكريم بدون خيارات؟ نعم، الكلمة هي اقرأ، كلمة اقرأ. فعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعلا هو الجواب الصحيح، كلمة اقرأ هي أول كلمة نزلت في القرآن الكريم. مبروك لك الموسوعة العمانية، يعطيك العافية. شكرا لك. المتسابق الآخر تفضل. إذن كان هذا سؤالنا الأول مع مسابقنا الأول، وكالعادة
نحب نفوز الجميع. مساء الخير. مساء النور حبيبي. محمد الصالحي. محمد الصالحي. محمد، بداية خليني أعرف رأيك عن المعرض، معرض مسقط الدولي للكتاب، تظاهرة ثقافية، وين إيش الدور النشر اللي قصدتها، العناوين اللي حبيت أخذها اليوم؟ المعرض بصفة عامة هو كحديقة الزهور، ينتقي جميع الأزهار التي به جميلة، أي زائر له يشم رائحة عطر ويذهب إلى أي مكان يريده. أنا قصدت بالأخص دائرة التوثيق العمانية، وأخذت بعض الكتب التاريخ، الوثائق، هيئة الوثائق، هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وأيضا أكيد لك زيارات لدور نشر أخرى. إيش هي العناوين اللي أخذتها اليوم؟ أخذت اليوم عن أحمد بن ماجد، وأخذت عن مذكرات أمير عربي للأمير سالمة، وبعض الكتب الروائية. جميل هذا التنوع كذا نقول. طيب عزيزي، سؤالك يقول اليوم أو قبل قليل دشنت مجلة، هذه المجلة هي واحة معرفية وقرائية للأطفال، كون اليوم حلقتنا تختص بالطفل، فالسؤال هو عن الطفل. اسم المجلة اللي دشنت قبل قليل هنا لتكون واحة معرفية وقرائية للأطفال، خيارات تقول ماجد أو المرشد أو باسم. والله أعتقد المرشد. مجلة ماجد من نحن أطفال نقرأها، فالعمانية مرشد إن شاء الله. يعني ماجد من زمان نسمعها، والمرشد فعلا هو الجواب الصحيح. هي المجلة التي دشنت اليوم لتكون واحة معرفية وقرائية للأطفال. شاكرا لك تواجدك، ومبروك لك الموسوعة العمانية. يعطيكم الصحة والعافية، ويمدد من أيام هذا المحفل الثقافي. شكرا لك حبيبي. شكرا، يعطيك العافية. إذن كان هذا المتسابقين معنا لهذا اليوم، وأيضا هناك صور ومشاهد مختلفة في هذا المعرض. يعني لما نشاهد عائلة أو أسرة تحمل حقيبة سفر، وهذه الحقيبة ممتلئة بالكتب، فهذه دلالة واضحة على أن هذه التظاهرة الثقافية ناجحة هنا في مسقط، وتصنيف مميز لهذا المعرض كأفضل 10 معارض على الوطن العربي. وأيضا هناك عبر محرك البحث نقول الأكثر طلبا دار كلمات للنشر والتوزيع، والدار العربية للعلوم ناشرون، دار مدراك للنشر هي الأكثر طلبا عبر محرك البحث. وأيضا الفهرس متواصل معكم في هذا البحث بين جنبات هذا المعرض. وعود الآن إلى الاستديو وثاني حوارات برنامج الفهرس. شكرا لك يا محمد، شكرا جزيلا. والآن مشاهدينا متواصلين معكم في فقرات اليوم، ولقاؤنا كما كنا قدمنا في بداية الحلقة أيضا عن موضوع القراءة ومكتبة دار المنهل التي تصدر كتب متخصصة موجهة للأطفال وأدوات تعليمية وكتب تعليمية، وتتعامل مع مواضيع تتعلق بصعوبات القراءة. عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الفاضل إسحاق بن يحيى الراشدي. مرحبا بك يا إسحاق معنا. أهلا وسهلا، الله يبارك. أهلا وسهلا فيك. ويعني أرى أمامك مجموعة كبيرة من الكتب متنوعة، كما فهمت أن مكتبتكم متخصصة للأطفال، يعني معظم إصداراتها موجهة للأطفال. إيه نعم، حقيقة نحن عندما بدأنا لاحظنا أن مشكلة كبيرة حاصلة في الأطفال، خاصة في السلطنة، كتاب الأدب في الطفل عدد قليل، معالجة أيضا كانت نوعا ما عشوائية، فحاولنا أن ننتج أشياء خاصة للأطفال. فالحمد لله بدأنا بالمشروع وأنتجنا أشياء كثيرة جدا، والجمهور أعجب بها ومتواصلين معنا كثيرا، وخاصة ما يتعلق بالقصص والكتب الخاصة بالأطفال المرحلة العمرية من 3 سنوات إلى 10 سنوات. هذا تخصصنا الأساسي. جميل. قبل أن ننتقل بالتفاصيل تعطينا بعض النماذج والأمثلة، يعني دعني أسألك السؤال اللي هو يعني الطبيعي، يعني اهتمامكم بالأطفال يأتي من باب أنه شعوركم بحاجة الأطفال إلى يعني سد هذا الفراغ المعرفي، لكن في نفس الوقت التعامل مع الأطفال ليس أمرا يسيرا. أنتم لا تطبعون هذه الكتب فقط وتبيعونها، أنتم تقومون بإصدارها بإنتاجها، فيعني من هم الأشخاص الذين يشتغلون، ما هي اختصاصاتهم، ما هي علاقتهم بالأطفال؟ نحن أساسا يعني الموجودين في
المكتبة متخصصون في التربية واشتغلنا في المجال التربوي. نعم. والتقينا بأصناف وأشكال عديدة من في الحقل التربوي. يعني أنتم تعاملتم معها أصلا من واقع عملكم؟ نعم، قبل أن تنتقلوا إلى واقع عمل الحكومي تعاملنا معها واكتشفنا أشياء كثيرة، وأيضا عندنا أصدقاء كثر في المجال التربوي، وكلما نقوم بعمل منهج معين أو قصة معينة قبل أن نعرضها للجمهور نطبقها في مراكز خاصة تابعة لنا تطبق فيها تقريب بعد أن يتم صقلها وتنمية وتجريبها وعرضها على مختصين آخرين خاصة في مجال أدب الطفل ومجال الطفولة، بعد ذلك أنا يعني نخرجها للجمهور. طيب يعني لديكم كتب متخصصة في الأدب والقصص المصورة والخيالية، ولديكم كتب تعليمية، فهي موجهة لأي الأعمار؟ ويعني تعطينا بعض الأمثلة والنماذج من الأشياء. يعني نحن نركز على الأعمار ما قبل رياض الأطفال والروضة، ما قبل رياض الأطفال؟ ما قبل رياض الأطفال عندنا كتب مرحلة مبكرة جدا، لمرحلة مبكرة، وهي تهتم بالتلوين خاصة. وجدنا أن أغلب الكتب الموجودة في السوق هي فقط يلون الحرف أو يلون الصورة وكذا، نحن أضفنا إليها أشياء أخرى، ليس فقط أنه يلون وإنما أنشطة ممكن أن تقوم بها المعلمة وتساعد الأطفال على القيام بها في ذلك النشاط التخصصي، فهو يستمتع أكثر بدل أن يقضي الطفل في مرحلة الحضانة طيلة مثلا 3 أشهر أو 5 أشهر كل فقط يلون، لا، وإنما عليه يمكن أن بعض الأحيان يقص، بعض الأحيان يفكر، بعض الأحيان يستمع إلى قصة معينة ويحاول أن يكمل تلك القصة، لأننا نركز جدا على مرحلة السماع في هذه المرحلة. الطفل لا يقدر على القراءة ولا يستطيع الكتابة وإنما هو متلقي، وهي أمر مرهق لها أن تحاول تضغط عليه ليتعلم القراءة والكتابة في عمر مبكر مثل هذا. لا يعني موضوع أن أنت تستثمر مهارات الأخرى ليتلقى، يعني أظن هو الأنسب. نعم، نحن نعطيه أكثر ونركز على أنه يستمع. نعم. وبعد ذلك نعطيه أنشطة هي فيها نوع من المرح متعلم. نوع من التعليم، فمثلا هذا كتاب أتعلم الأعداد وكتاب أتعلم الحروف، هذا موجه للمرحلة ما قبل الروضة والتمهيدي. نعم. ولاقى قبول ممتاز في المدارس الخاصة. نعم. أو في الحضانات بالأحرى لاقى قبول جيد يعني. نعم. وأصبحوا كلما يأخذ حضانة معينة أو مدرسة خاصة ترجع مرة أخرى لتأخذ أعداد جديدة. في نفس الوقت يعني نستمع إلى التغذية الراجعة. جميل. التغذية الراجعة نأخذ بها بالحسبان، ندرسها أولا ثم بعد ذلك إذا وجدنا أنها مناسبة نعدل في الطبعات الآتية. وتطبعون أيضا لأي الأعمار غير المرحلة قبل الروضة؟ أيضا حتى أي عمر؟ نطبع إلى مرحلة إلى الصف الأول، المرحلة يعني 7 أعمار، 8، 9. أيوة. نطبع لهم. نعم. لهم يعني قصص معينة خاصة. والآن أيضا في طور الثامن، تقصد الصف الثامن؟ يعني إلى الصف السابع، إلى الصف الثامن ممكن. نعم. الآن ركزنا أيضا على نقطة واجهنا في من خلال الحقل التربوي ومعرفتنا بالمدارس وما إلى ذلك، أن هناك موجود صعوبة في القراءة. نعم. والكتابة والنطق. نعم. فأنتجنا إلى الآن، صدر معنا مشروع من برنامج أقرأ وأفكر، هذا البرنامج طبق في مراكزنا الخاصة بعدما وجدنا أنه ممكن أن يخرج للسوق، أخرجناه وعرض على وزارة التربية والتعليم، درس وجرب في البداية، بعد ذلك وجدوا أنه مناسب وأنسب الموجود. حقيقة هذا موضوع جدا مهم، لأنه يعني أظن أنه بدأ الاهتمام به مؤخرا لدينا فقط في السلطنة، برغم أنه يعني صعوبات القراءة قد تمنع طفلا ذكيا من التفوق في المدرسة. يعني الطفل ممكن يكون ذكي فعلا، يعني عنده نباهة، لكن هي مشكلات فقط في القراءة هي التي تجعل فهمه للمعلومة متأخرا. يعني من خلال تجاربك مع وزارة التربية، لأي مدى هنالك اهتمام بهذه المسألة؟ هنالك دعنا نقول يعني تشخيص جيد، يعني قدرة على التقاط فعلا هذه المشكلة لدى الأطفال في وقت مبكر؟ حقيقة وزارة التربية يعني تسعى بكل جهد بأن تحاول معالجة هذه المشكلة، وهي يعني لا تألو جهدا أبدا في أي شيء ولا يهمها أي شيء، المهم أن أي برنامج ممتاز وممكن أن يعالج يعني لا يتراجع في ذلك أبدا ويبذل فيه أموال طائلة، يعني ما عندهم مشكلة. لكن الإشكال أن هذه المشكلة هي تراكمية،
هي الآن البرنامج الموجود معنا هو يعالج المشكلة وليس في الأساس. الأساس في الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. إذا خرج الطفل من الصف الثالث وهو لا يقرأ هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني فالكتاب عندكم يعني يتعامل بعد الصف الثالث؟ يعني بعد الصف الثالث. أو المفترض أنه يكون هنالك شيء للسن الأقل. أيوة المفترض أن يكون هناك برنامج خاص للصف الأول. لأن مثلا هذه مرحلة التنشئة، مرحلة التأسيس. نعم هذه مرحلة التأسيس. هذا البرنامج معنا برنامج علاجي. نعم. لدرجة أن هذا البرنامج يطبق على طلاب في الصف الحادي عشر، في الصف الثاني عشر. نعم. يعني من خلال زياراتنا ومعرفتنا بالطلاب أن يوجد طلاب في الصف العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر. نعم. من الجنسين لا يتقنون القراءة والكتابة خاصة. الكتابة مشكلتها أكبر. نعم. القراءة أهون. طيب يعني مشكلة صعوبات القراءة أصلا موضوع واسع، يعني هي المشكلة ليست في شيء واحد، ليست مشكلة واحدة، وتداخل فيها علوم مختلفة مثل التربية، علم النفس، حتى يعني الطب، يعني مواضيع يعني صعوبات النطق، يعني مشاكل التي تتعلق يعني بعيوب خلقية لدى الأطفال. فأنا ما فهمت أنكم تربويون فتتعاملون كأنكم تتعاملون مع جزئية محددة يعني من هذه المشكلات، أم أن هنالك فريق أوسع يشتغل على الموضوع؟ لا هناك، احنا اكتشفنا أيضا أن فعلا هذه المشكلة موجودة، مشكلة في النطق، قد تكون مشكلة يعني خلقية في الشخص نفسه، في حالة يعني يحتاج إلى معالجات أخرى، وقد تكون مشكلة غير موجودة فيه، لأن في المدارس وزارة التربية يعني عاملة إدارة خاصة لصعوبات التعلم، يكاد في كل مدرسة توجد معلمة لصعوبات التعلم القرائية ومعلمة أخرى لصعوبات الحسابية، ولكن للأسف العدد كبير جدا، عدد الطلاب والطالبات الذين هم لا يقرؤون ولا يكتبون أعدادهم كبيرة وتتزايد، ويعني حل المشكلة أصبح مؤرق لوزارة التربية ومؤرق للكل، يعني مؤرق للمثقفين، مؤرق للكتاب، مؤرق أيضا للمؤسسات الأخرى الخدمية التي تستقطب هؤلاء الطلاب والطالبات بعد. لأن هذا الضعف يعني سيظل معهم إذا لم يعالج من البداية، سيظل معهم حتى يصبحون يعني موظفين لاحقا، طلاب في الجامعة، فسيظل يرافقهم، فإذا لم يعالج من البداية ستكون المشكلة أكبر ونتج أكبر. احنا حاولنا أيضا في من خلال البرامج التي يعني البرامج العلاجية هذه أننا يعني نركز على غرس القيمة، غرس قيمة القراءة، لأن هذا الطفل سيظل يعني ممكن مع البرنامج لمدة شهر ونصف أو شهرين. نعم معك حق. بعد ذلك من يتابعه؟ نعم. كيف يستمر؟ نعم. هذا البرنامج حاولنا أن نغرس فيه ويعني نعطي كما يقال التعلم يعني التعلم غير المقصود. نعم. نغرس فيه قيمة القراءة، فإذا غرست هذه القيمة بالفعل في ذلك الطفل وبعد ذلك لا نخاف عليه، سيخرج وسيقرأ، ولذا نتيح له كم كبير جدا من المواد القرائية عليه أن يقرأها، وجانب الأسرة أيضا جانب مهم جدا عليهم أن يتابعوا. وبعد ذلك والحمد لله لكن واجهنا في تحسن كبير جدا مع الأطفال الذين يعني تلقوا هذا البرنامج، وإشادات كثيرة من أولياء الأمور أن أولادهم تحسنوا. حقيقة هي فكرة رائعة جدا، حقيقة يعني فكرة فعلا رائعة، بس يعني ربما نحتاج إلى مشروع أكبر يعني فعلا لاحتواء هذا صعوبات التعلم هذه. أنا أريد أن أنتقل أيضا للنصوص الأدبية، لأنه يعني أطفال اليوم ليس بالسهولة أن تجتذبهم لنص، يعني إحنا كأولياء أمور أحيانا نعاني عندما نعرض عليهم النصوص باللغة العربية تحديدا، يجدونها ليست ممتعة كفاية، ليست مسلية، ليست ملهمة، لغتها غير جذابة، يعني تحتار كولي أمر ما هو الكتاب الذي يمكن أن تقدمه لهم ويرضيهم، أصبح إرضاءهم صعب جدا، يعني مداركهم صارت أوسع مما كنا إحنا عندما كنا أطفالا، يعني كنا نقرأ حتى اللافتات أي شيء يشدنا، هم لا يريدون موضوعا مختلفا. فيعني ما أعرف إيش تعليقك هالموضوع، يعني هل فعلا يعني فعلا نحن يعني من خلال الواقع التربوي نعرف على أن فئة الأطفال فئة خاصة، أيضا المستوى العقلي معهم لا كما يتصور البعض أن عقولهم بسيطة ولا تفقه ولا تفهم، لا بالعكس تماما، وجدنا أنهم يعني ممكن يستوعبوا حتى لدرجة أن بعض المصطلحات
الكبار ممكن يظنها أنها صعبة على الطفل، الطفل لا بالنسبة له سهلة جدا، أو يمكن أن يسأل عنها ويتعلمها في ذلك الوقت يعني، يتعلمها ويكتسبها ويعرفها يمكن أكثر عن الرجل الراشد. نعم، هذه الأشياء كلها يعني مراعاة في الإنتاجات الأدبية معنا، في خاصة في القصص، أيضا إلى جانب مشاركاتنا في معرض الكتاب الذي هو فيه يضم يعني أكثر من 500 دور نشر. نعم، تعطي ما كل ما لديها، كل هذه الأشياء نستفيد منها. نعم، أسحق دعني أسألك عن هذه النقطة، لأنه يعني إذا الكتب أحيانا ممكن تتوفر، لكني مرة قرأت أنه الموضوع لا يتعلق بالكتاب، وإنما كيف تقرأ للطفل، طريقتك لقراءة الموضوع للطفل ومشاركته فيه، يعني خصوصا في السنوات الأولى، يعني الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه، لكن عندما يكون لك أحد الوالدين قارئ بطريقة ممتعة تتمثل الشخصية، تضيف إلى ما هو موجود في القصة بغض النظر عما هو مكتوب، الطفل سيستمتع. هذا فعلا، هذه نقطة ممتازة، هذه تطبقها المعلمة أو الأم في البيت، ولأجل أن نتأكد من أن الطفل فعلا قرأ ولم بس فقط يمر بعينيه كذا، أو أن بس فقط يقلب الصفحات، عملنا في القصص أنشطة في آخر القصة، في أنشطة، هذه الأنشطة هي تثبت هل الطفل قرأ، أو هل الطفل قرأ باستيعاب، أو هل الطفل يستطيع أن يقارن بين ما قرأه وبين مقروءات أخرى، هل يستطيع عملية الربط، هذه الأنشطة هي التي تحكم في آخر العمل الأدبي. إسحاق، شكرا لوجودك معنا، وشكرا على مجهوداتكم هذه مع الأطفال، شكرا لك. الله يبارك، شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. مشاهدينا متواصلين معكم، ولا زلنا مع موضوع الأطفال وهذا التقرير عن ركن الأطفال في المعرض. يقع ركن الأطفال في قاعة عرض مستقلة، وهي إحدى قاعات العرض بالمعرض، قاعة كبيرة وواسعة كشغب الأطفال المستمتعين بالكتب بزهوة ألوان أغلفتها الجذابة لعيونهم الجميلة، يمرحون صباحا مع معلميهم ومعلماتهم، ينتقون كتبا وألعابا تعين عضلات نموهم المعرفي والعقلي. هنا في هذه القاعة الكبيرة دور نشر من دول عربية وأخرى أجنبية تشارك لتقديم ما يمكنهم أن تقدمه للطفل في أعمار حياته المختلفة. هنا حيث الكتب بأكثر من لغة، كتب جميلة بقصصها وبرسومها وألوانها وبما تقدمه من معارف تضيف لقاموس الطفل كلمات جديدة وأفكار أخرى لعله لا يجدها إلا في الكتب التي خصصت لأجله. ثم في المساء يتجول الأطفال حول الكتب بصحبة آبائهم وأمهاتهم في محاولة لاقتناص كتاب مغر ومفيد. مشاهدينا، عودناكم يوميا أن نقرأ عليكم بصوت كاتبه نصا من النصوص في كل حلقة، وبما أن حلقتنا اليوم عن الأطفال فنصوصنا أيضا جاءت منهم مع زميل محمد المهري. مساء الخير ميا، مثل ما ذكرت اليوم نحن يعني حابين أنه تكون حلقة الفارس كلها هكذا فيها براءة وعذوبة الأطفال، أيضا فقرة نصوص مثل ما ذكرت ميا. أعزائي المشاهدين، أردنا أيضا أن يكون معنا هذه البراءات الجميلة، لما وميار، لما فارس في الصف الرابع وميار فيصل أيضا في الصف الثالث، حابين أن يسمعونا هكذا قراءة، ولكن الجميل في القراءة أن يثبتوا من خلال هذه القراءة مش فقط أن نقرأ، ولكن كيف نقرأ، كيف هذا التجسيد وهذه الفائدة من هذه القراءات. لما، السلام عليكم. وعليكم السلام. جاهزة؟ أيوة. إيش بس سمعينا نسمع؟ عادرة
رامي من المدرسة إلى البيت في المساء، وبعد أن تناول غذاءه قال لأمه: انظري يا أمي، ما الذي أحضرته معي من المدرسة؟ التفتت إليه أمه قائلة: وماذا أحضرت يا ترى؟ قال رامي: إنها قصة جميلة استعرتها من صديقي عماد. قالت الأم: فعلا، وعنوانها الثعلب الماكر، حافظ عليها يا ولدي كي ترجعها إلى صاحبها جيدة ونظيفة. طيب لما أولا القراءة ممتازة، إيش استفدت من القراءة؟ استفدت إذا أعطاني أحدا شيء فأرجعه نظيفا وكما كان سابقا. شكرا. عفوا. مثل ما ذكرت لما في الفقرة الأولى أنه عندما يعطينا شخص هكذا أمانة أو شيء يجب أن يرجع كما كان أو أفضل، لأنه في الأخير نتحدث عن قيمة، القراءة أصبحت قيمة وأيضا الكتاب أمانة. ميار جاهزة وعنده أيضا نص جميل. ميار السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت في صف ثالث؟ نعم. كيف أمورك في المدرسة؟ زين الحمد. يعني شاطرة؟ أي شاطرة. زين نسمع منك. دق الجرس نهاية الدوام، فخرج التلاميذ من القسم مسرعين نحو المطعم المدرسي، وبعد أن تناولوا وجبة الغداء خرج رامي مع رفيقه عماد من المطعم وهو يحمل موزته، وقال وهو يحدثه: ألا تزورني ليلة في بيتنا حتى نستذكر دروسا معا؟ قال عماد: نعم، ولكن بعد أن أستشير والدي. أحسنتي ميار. طبعا يفترض علينا أكيد أنه نقرأ بتأني، وقراءتك كانت جميلة، لكن أنت ميار لما قرأت هذا النص، يعني هذه الزيارة، وعشان يخرج أيضا مع زميله، ماذا اشترط؟ يعني إيش تستفيدي؟ لازم يعني نستأذن من أهلنا، من أمنا ومن أبونا. أحسنت. إذن مثل أعزائي المشاهدين، ونتمنى أيضا إذا كان عندكم هكذا يعني صغار في البيت هكذا يتابعون برنامج الفارز، نتمنى أنه يستفيدوا من هذه القراءة ومن هذه القيمة، قيمة الاستئذان وقيمة الإرجاع والحفاظ على الأمانة. هكذا أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في الفارز، لا تذهبوا بعيدا، فلازال لدينا الكثير في هذا المساء من مساءات عمان تقرأ. ألوان من الطبيعة. في يوم ربيعي مشمس خرجت مريم مع أخيها خالد وقطهما المدلل مشمش للتنزه في الغابة القريبة من بيتهما. شاهدا منظرا طبيعيا خلابا، كانت الأزهار زاهية الألوان، هنا برتقالي وهنا أحمر وهناك أخضر، أما الأشجار فهي خضراء نظرة، وكان ماء النهر يترقرق عذبا. أرادت مريم أن ترسم المشهد البديع، لكن لم يكن لديها الألوان ولا الفراش ولا ورقة للرسم. فكر خالد وفكر ثم قال: أصارة أوراق شجرة التفاح تعطينا اللون الأخضر، وبتلات زهور النرجس للون الأصفر، وشقائق النعمان تعطينا اللون الأحمر. قالت مريم: إنها فكرة رائعة، واللون البنفسجي من زهرة التوليب الزرقاء، وهذه الوردة الحمراء مع بعض قطرات من ماء النهر. ثم أشار مشمش إلى صخرة مسطحة يستطيعون الرسم عليها. قالت مريم: يا لك من قط فطين يا مشمش. حرك القط ذيله فرحا، بدأوا بالرسم على الصخرة. رسمت مريم الزهور والأشجار، ورسم خالد السماء الزرقاء، وبينما هم يرسمون إذا بقطرات المطر تسقط، فأسرعوا بالعودة إلى البيت ولم ينسوا قطف بعض الزهور لأمهم. وفي اليوم الموالي عادوا إلى نفس المكان، وللأسف لقد محت الأمطار لوحتهم، ولكن هذه المرة لم ينسوا إحضار أدوات الرسم. عزف حياتي كالبيانو،
مفاتيحها بيضاء وسوداء أجمع بينهما فيصير عزف الأيام جميلا. القراءة تعني الكثير، فبها تنمو الحضارات وينمو العقل البشري. أنوي شراء كتاب ألف ليلة وليلة، الكاتب مجهول، ولكنني بدأت في قراءة هذا الكتاب في المدرسة ومن ثم فقدته، ولهذا أريد أن أكمله. مشاهدينا، شذا ابنة العشر سنوات قارئة صغيرة مميزة، ولكننا لم نستطع أن نأتي بشذا اليوم لأنه غدا لديها مدرسة. والدها هنا سيتحدث بالنيابة عنها وسيتحدث عنها. معنا في الاستوديو عبد العزيز الراشدي، مرحبا بك معنا يا عبد العزيز. هيا استاذ، يا مرحبا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. يعني انا عرفت عن شذا انها طفله مميزه جدا، تحب القراءه وشاركت في عدد كبير من المسابقات. يعني كيف استطعت ان توجه شذا للقراءه وتجعلها تحبها لهذا الحد، لهذه الدرجه يعني؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه لشذا كانت هي طفلتي الاولى، هي البكر، فكيفية التعامل في البداية وجدت صعوبة كيفية التعامل معها لأني لم أتعامل مع أطفال سابقا، فبالتالي أنا لدي مكتبة في البيت بس لكنها تحتوي كتب للكبار كروايات كقصص شعر، مجموعات قصصية في التاريخ في كذا. فبدأت في شذا أيضا بدأت أبحث في هذا العالم، عالم الطفولة، عالم الكتب بالنسبة للأطفال، كيفية تحبيب الأطفال في القراءة وكذا. فبدأت أكون في المكتبة ركن خاص بكتب الأطفال. من أي عمر عندما كانت شذا ابنة؟ عندما كانت في ابنة سنتين ونص بدأت بالكتب. ففي هذه المرحلة كنت أنا أقرأ لها القصص، أيضا أمثل لها بالأصوات بكذا، أستخدم مثلا بعض الدمى. نعم. كذا كنوع من تحبيب الطفل في في القصص في كذا. فبعد ذلك عندما دخلت المدرسة أيضا بدأت أعودها على القراءة، وبدأت أيضا أبحث لها عن بعض المسابقات التي تنمي فيها هذا الجانب. هل كانت شذا تختار ما تقرأ قبل أن ندخل موضوع المسابقات؟ هل في بعض الأحيان أتركها تختار كي أنمي هذا العادة لديها، لكن غالبا أساعدها في الاختيار. نعم. لأني أنا على علم ببعض الدور النشر التي تطبع بعض الكتب المميزة للأطفال وليست كتب تجارية. خصوصا شذا في البداية عمرها كانت تعاني من خجل، فبعد ما عودتها على القراءة أقرأ لها وهي أيضا تقرأ، وأيضا عند اجتماع العائلة نطلب منها أن تنشد لنا بعض الأشعار، أن تحكي لنا بعض القصص، أيضا تشترك في مسابقات على مستوى الولاية أو على مستوى مدارس الولاية. بعد ذلك أيضا بدأت تخرج وتشارك في مسابقات دولية في القراءة كذا، فالحمد لله اكتسبت هذه العادة، هي عادة القراءة. وكأن القراءة أيضا أضافت لها ليس فقط متعة شخصية، إنما يعني كأنما قدمتها للناس كذلك، يعني أعطتها الشيء يعني يميزها عن الآخرين. طبعا أيضا شذا عندما حققت المراكز المتقدمة أيضا في القراءة بدأوا أيضا بالنسبة للأصدقاء يناقشونني في عملية كيف استطعت أن تحبب ابنتك في القراءة. أيضا بدأت هي انكسر عندها حاجز الخجل، أصبحت تفتخر بنفسها، أصبحت تشارك هنا أيضا في فعاليات في مسقط، تتحدث أيضا شاركت في الإذاعة مع القاص والروائي سليمان المعمري في البرنامج القارئ الصغير. جميل. بدأت أبحث لها عن بعض هذه المسابقات والفعاليات التي تنمي الشخصية وتعطيها ثقة بالنفس. طيب عبد العزيز، كأولي أمر يعني معظم الآباء يعني يحاولون البحث عن كتب لأولادهم، دائما يعني يتواجهون مع مشكلة أنه من أين نأتي بهذه الكتب، هل هي متوفرة أم لا، هل تقتصر على المعارض فقط، كيف نصل إليها؟ فما أعرف يعني هل واجهتك هذه المشكلة فأنك تجد المناسب لشذا مع يعني مراحل عمرها المختلفة بسهولة؟ طبعا الشخص الذي يجهل
اي جانب من الجوانب، عندما يجهل اي جانب من الجوانب يجد صعوبه في في اي في هذا الجانب. فانا مثل ما ذكرت لك في البدايه وجدت صعوبه كيف اتعامل مع اطفالي، كيف اختار لهم الكتب، كيف كذا. لكن مع تراكمات الزمن وزياره ايضا ترددي بصفه مستمره على معرض مسقط للكتاب، ايضا بالنسبه للنادي الثقافي، الجمعيه العمانيه لادباء الكتاب، ايضا معرض الشارقه الدولي للكتاب باستمرار كل سنه كذا، اصبحت هناك خبره تراكميه في بعض دور النشر المميزه للاطفال. وايضا بالنسبه لي الان بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تويتر، فيسبوك، كذا، انستغرام، تجد معظم دور النشر لديها ايضا حسابات اشخاص اصدقاء مهتمين بالطفوله او فعاليات كذا. ورش القراءه اللي تعمل ايضا، عقد مؤخرا مؤتمر لادب الطفل في النادي الثقافي لاول مره. فانت متابع جيد علشان خاطر عيون شذا واخوانها. من اجل اطفالي ايضا. نعم. من اجل مستقبلهم. نعم. طيب تاتي شذا معك الى المعرض عاده هي واخوتها؟ نعم يعني في كل سنه اصطحبهم ايضا ليختاروا بعض الكتب وبعض ايضا وبعض الالعاب التعليميه. وايضا قبل شهرين تقريبا ايضا كان هنا معرض لمستلزمات ادب الطفل والالعاب التعليميه، ايضا اتيت بهم وشاركوا، وشاركت شذا هنا في مسرح عمل في مركز عمان الدولي للمعارض ايضا، وتحدثت عن تجربتها بنفسها في القراءه في المسرح امام الجمهور. جميل ما شاء الله، جميل. طيب يعني بما انها شاركت في مسابقات عديده وانت متابع للموضوعات التي تقراها شذا، يعني دعني اسالك، هل الفكره في هذه المسابقات بكميه ما تقرا أم بمستوى ما تقرأ؟ هل شذا الآن استطعت أن تصل لمرحلة بأنها تقرأ كتب دعنا نقول يعني أعلى من عمرها قليلا يعني مقارنة بأقرانها، أم هي فقط قدرتها على، وليس فقط لأنه هذا أيضا قدرة مهمة، قدرتها على قراءة يعني القراءة بنفس طويل، قراءة يعني كتب طويلة أو متعددة؟ طبعا بالنسبة للقراءة أنا لا أركز في القراءة، أعد الطالبة أو أعد شذا أو أيا كان للمسابقة، تقرأ من أجل المسابقة، لا، يجب أن نقرأ من أجل القراءة، من أجل الفائدة، من أجل المتعة، من أجل أشياء كثيرة في الحياة. فلذلك في الصيف كانت شذا تقرأ، عندما بدأت المسابقة، مسابقة قطار المعرفة، كانت هي تقرأ استغلال وقت الصيف، فكنت أحرص دائما على تسجيل الكتب التي تقرأها. بعد ذلك ظهرت مسابقة قطار المعرفة وهي قد قرأت في الصيف تقريبا 40 كتاب. إن شاء الله. بعد ذلك التحقت بالمسابقة فهي لديها رصيد من الكتب التي قرأتها، بدأت جاهزة من قبل يعني. نعم جاهزة، بدأت بتلخيصها، بدأت بكذا، فاشتركت في المسابقة. أيضا هناك تقام مسابقات للقراءة أيضا في سماء لدينا، أقيمت مسابقة في طفولتي إبداع في جوانب متعددة، كان من ضمنها القراءة، فحصلت على مستوى الولاية، كانت على المركز الأول، فأيضا اشتركت في مسابقة أخرى كذا. فهو الهدف ليس الإعداد للمسابقة وإنما تنمية عادة القراءة باستمرار. فالحمد لله بسبب هذه العادة أصبحت لديها قراءة مسترسلة، أعطتها ثقة بالنفس، تستطيع التحدث سواء في الإذاعة أو أمام الجمهور في أي فعالية من الفعاليات، أصبحت تقدم في الإذاعة بشكل مستمر كمقدمة أو برامج أخرى، وتشترك في مسابقات عديدة في مجال الخطابة أيضا أنا لا أوعد. طبعا هنا بالنسبة للمسابقات بعض منها تركز القراءة باللغة العربية، لما كبرت شذا في الصف الثاني والثالث بدأت تقرأ باللغة الإنجليزية أيضا، كان هناك أنشأت قسم في المكتبة اللي هو باللغة الإنجليزية أيضا، أصبحت تشارك، فالحمد لله العام الماضي حصلت على الأول على محافظة الداخلية في تمثيل القصص باللغة الإنجليزية وكرمت على مستوى المحافظة. أحييك على هذا الاهتمام فعلا، يعني يعني شذا تميزها الآن يعني أكيد عائد إلى أنه لديها والدين مهتمين، أتوقع لها مستقبل رائع، فقراء اليوم هم الذين سيحملون غد هذا الوطن. شكرا لك معنا. شكرا لك أستاذة، جزاك الله خير، وعموما يعني أن تضيء الشمعة خير لك من أن تلعن الظلام. فنتمنى أن تكون القراءة حاجة ضرورية وأسلوب حياة وليست فقط هواية نمارسها وقت الفراغ. جزيل الشكر لكم والتقدير. شكرا لك عبد العزيز. شكرا جزيلا. مشاهدينا ولا زلنا معكم في معرض مسقط الدولي للكتاب، زميلنا محمد سعدون يجول بنا في أحد أركان المعرض. شكرا دكتورة، وعودة مجددا في أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب، نتجول نتعرف على الإصدارات، نتعرف على أهم الكتب هنا في هذا المعرض في نسخته 11.
أو الحادية والعشرين، نعم. طبعا اليوم نحن في دار الوراق، فضاءات المواطنة والتنمية، مجموعة من الإصدارات، حوارات الأستاذ سين مع الدكتور سيف بن ناصر المعمري. مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. بداية خلينا نسأل، حوارات الأستاذ سين، من هو سين ولماذا كان أستاذ؟ هذا هو السؤال الذي يطرح منذ أن ظهرت المجموعة، من هو الأستاذ سين؟ لربما أكون أنا ولربما يكون شخص آخر أرمز له بسين، ولكن هذه الحوارات هي أول محاولة للكتابة بأسلوب روائي مسرحي للقاءات مع مجموعة من الشخصيات العمانية وغير العمانية. بعضها كانت لقاءات تخيلية وبعضها كانت لقاءات واقعية. هذه الشخصيات متنوعة أيضا، فيها طلبة المدارس وفيها الوزراء، يعني فيها المدراء، فيها الشخصيات الجيدة وفيها الشخصيات السلبية، فيها شخصيات إيجابية، فهي مصاغة بلغة مسرحية. تبدأ بحكاية الأستاذ سين الذي عاد من الدراسة في الخارج ومر ببعض المنعطفات كتبها في مقدمة هذا الكتاب. نقول خط هذا الكتاب، مجال هذا الكتاب. الكتاب يعالج موضوع المواطنة والتنمية والتعليم، ويعالجها بأسلوب جاد أحيانا وساخر أحيانا أخرى. فعلى سبيل المثال، عندما نتكلم في إحدى الحوارات عن من قتل الإنسان العربي، هذا حوار كان لي مع أحد الوزراء العرب في يوم من الأيام في إحدى المدن العربية. كنت أحضر مؤتمر، فخرجنا سويا إلى المطار، فدار بيننا حوار وهو لا يعرف أن هذا الحوار الآن موجود في هذا الكتاب. كان عن مجريات الأحداث في الوطن العربي، فكان حوارا يعني يبعث على التساؤل ويبعث على الألم. وثقت هذا الحوار بأسلوب مؤثر في هذا الكتاب. إذن هذه حقيقة، أين الخيال؟ الخيال في التفاصيل، في اللغة البسيطة الشاعرية المسرحية التي استخدمتها، في وصف التفاصيل، في وصف الطريق إلى المقهى، في وصف الطريق إلى المطار، في وصف المكان الذي ألتقي به مع هؤلاء الأشخاص. ففي أيضا الحوار نفسه، لأنه أحيانا يكون متخيلا، أنا أتخيل الآخر. فعلى سبيل المثال، أحد الحوارات مع مسؤول تعليم عماني هو متخيل، يعني لم ألتقي به، فدار حوارا حول إشكاليات التعليم، وهذا الحوار يعني بالفعل يعني مثير في طرحه. والقراء عندما يقرؤون سيكتشفون شخصية أخرى للدكتور سيف المعمري، لربما تكون مقدمة يوما ما لكتابة عمل أدبي. نعم. إذن مثل هذه الحوارات، أنا بأمانة تشوقت لأقرأ هذا. هي مجموعة من الإصدارات، فضاءات المواطنة والتنمية، حوارات الأستاذ سين. شكرا لك دكتور سيف بن ناصر المعمري، يعطيك العافية. شكرا لكم. إذن كان هذا ركن آخر، ودار الوراق تصدر أيضا هذا الكتاب، حوارات الأستاذ سين للدكتور سيف المعمري. أحبتي الأكارم، الفهرس متواصل معكم. أقرأ لأن القراءة تمنحني أكثر من حياة، فالقراءة بالنسبة لي مشروع لأكثر من حياة تتجدد، أتنقل عبر مسارات زمنية ومكانية متغايرة، وصاحب شخصيات تاريخية أثرت وأثرت في مشهد الحياة بالمجمل، أرافق أفكارا تحملني إلى منطلقات متجددة كل حين، لأعود طفلا يتلمس أبجديات الحرف أو يغتسل مما في الحياة من تشوهات. للقراءة معنى الواقعية والحلم، نتوكأ بعصا الحرف لنسير طريق الحياة بأمان. بدأت القراءة في المراحل الأولى من عمر المدرسة. مكتبة المدرسة رفيقة درب رحلة الحرف الأولى. قصص الأطفال أثرت تكويني المعرفي في تلك المرحلة، وغصت في خيالات شخصياتها أصدقائي الافتراضيين. انتقلت بعدها إلى مكتبة المدينة
التي كنت فيها وتبعد حوالي 3 كيلومترات، وفي الطريق إليها كنت أحاور الأفكار والشخصيات بمتعة الحالمين. وكانت المرحلة الجامعية الأولى في جامعة السلطان قابوس ومكتبة الجامعة مرحلة مفصلية في تاريخ القراءة عندي. فيها تعرفت على دانتي وهيجل والمعلقات ومحمود درويش وكثير من الأصدقاء. في زاوية قصية من المكتبة الجامعية كانت لنا سهرات وحوارات وشك وتساؤلات، فكانت أكثر من حياة ومجموعة رائعة من الأصدقاء. القراءة بالنسبة لي مشروع حياة، ليست لها مقاييس علمية صارمة، فليست لها بداية أو نهاية أو حتى بعد معرفي محدد. أقرأ في كل شيء. بغير القراءات التخصصية اللازمة، هناك القراءات المعرفية الإنسانية العامة التي تحدد مسارات الحياة وتشكل إضافات تتجدد لأعود إنسانا جديدا بعد كل كتاب، لأبدأ مرة أخرى حياة جديدة. مكتبة في عربة، فكرة ذكية ولامعة جدا صاحبها معنا اليوم في الاستوديو، هذه الفكرة التي شجعت طلاب أحد مدارس مسقط على القراءة. معنا في الاستوديو الفاضل حمود سعود، الكاتب حمود سعود، صاحب فكرة مشروع المكتبة المتنقلة. مرحبا بك معنا يا حمود. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا فيك. المشروع عبارة عن مكتبة متنقلة. متنقلة هي عبارة عن فكرة عربة تم صبغها وتهيئتها على شكل المكتبة، ووضعنا لها عنوانا المكتبة المتنقلة، قارئ اليوم قائد الغد. جميل. فهي عربة يتم دفعها بين الفصول في الحصص الفاضية. كيف جاءتك هذه الفكرة حقيقة؟ الفكرة من خلال عملي في الميدان التربوي، لاحظت أن هناك عزوف كثير لدى الطلاب للقراءة، فجاءت الفكرة أن نذهب الكتاب للطالب، وأن يكون الكتاب قريب للطالب، أن تكون عين الطالب قريبة من الكتاب، من ملمس الكتاب، من الصور في الكتاب، للمعلومة المعرفية للطالب. وبطريقة مختلفة أيضا تذهب طريقة إليه. مختلفة. يعني كان ممكن تحطوهم عفوا في يعني صناديق مثلا تأخذوهم، لكن فكرة العربة أظنها شدت الطلبة. شدت الطالب، وهناك خلال يعني هذه السنة هناك كمية هائلة من استعارات الطلاب من هذه المكتبة، وقد زودنا هذه المكتبة بالعديد من الكتب المشوقة، الكتب القريبة، الكتب التي تستهوي قلب وعقل الطالب. قبل أن نذهب إلى ما هي الإصدارات التي يعني أو الكتب التي تختارونها وكيف تختارونها، أنت أعطيتني رقم مذهل حقيقة، أعطيتني رقم مذهل في بداية النقاش عندما كنا نتحاور أنا وأنت في موضوع اللقاء عن عدد الاستعارات التي تمت في أقل من سنة. من أقل سنة هناك أكثر من 600 استعارة، وكذلك مشاركة الطلاب المدرسة أو مشروع المكتبة المتنقلة في مسابقة التحدي القرائي الذي يرعاه محمد بن راشد. يعني هي 600 استعارة أنتم تمرون على الطلبة في هذه العربة، والطلب في أوقات الفراغ، أوقات في الحصص الاحتياط. أيوه. والطلبة يعني يأخذون، كل طالب يختار الكتاب اللي يريده. صحيح. كأنها مكتبة بنفس نظام هي المكتبة. هي مكتبة، هي مكتبة، لكن هذه المكتبة هي التي تذهب إلى الطالب وليس الطالب يأتي إلى المكتبة. كم أعمار الطلاب هؤلاء، من في أي صفوف؟ طلاب في الحلقة الثانية من الصف السادس إلى الصف العاشر. نعم. طيب كيف يتم اختيار الكتب هذه؟ يعني هم الطلاب عندهم مثلا طلبات معينة، كتب معينة يريدون قراءتها، أم يتم أنت تختار لهم؟ يتم الاختيار من خلال الطريقتين. الطريقة الأولى من خلال شراء الكتب من المعارض، والطريقة الثانية هي اقتراحات الطلاب. هم يقترحون هذا. يقترحون ماذا يريدون. طيب حمود، يعني بس خبرني كيف وجدت، يعني ليس إقبالهم، كيف وجدت تأثير الموضوع عليهم؟ الإقبال يعني كبير جدا، وهناك تفاعل
كبير من الطلاب المدرسة في هذا المشروع. هل يقدمون ملخصات أم يشتركون في يعني؟ هناك ملخصات، هناك مسابقات داخلية في المدرسة، هناك تشجيع كبير من إدارة المدرسة لهذا المشروع. حمود سعود، يعني هذه الفكرة جدا رائعة ولامعة حقيقة، فكرة مبدعة. شكرا، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا متواصلين معكم، والآن نصل إلى فقرة المسابقة مع زميلنا محمد المهري. مساء الخير ميا، مساء الخير مشاهدي الكرام. وصلنا إلى المسابقة، وصلنا إلى هذه الموسوعة العمانية، وصلنا إلى هذا الكنز التراثي القيمي المتعلق بهذه المادة القرائية الجميلة، وصلنا إلى هذا الموروث الحضاري بتفاصيلنا المختلفة. من يحصل على الموسوعة العمانية قرأ في هذه الخارطة العمانية. اليوم بما أنه الحلقة مخصصة للأطفال، هكذا أخذنا الطالب داود بن سليمان السيابي من ولاية طريا. داود مساء الخير. مساء النور داود. اليوم يعني أنت اليوم معنا في مسابقة الموسوعة العمانية. سؤالنا جدا بسيط. صحيفة عمان تصدر ملحق ثقافي أسبوعي يصدر كل يوم ثلاثاء مع الجريدة يصدر، هل هو شرفات أم أشرعة أم آفاق؟ شرفات. تقرأ صحف بطريقة بشكل يومي؟ لا أحيانا يعني. تقرأ رياضة بس؟ لا ما وقت يعني. أيوه. إذا فزت معنا بالموسوعة العمانية، نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى أيضا أن تستفيد منها، وأيضا يستفيد منها أيضا الأهل والأسرة في البيت. شكرا. إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين، وصلنا أيضا إلى مسابقة أو جائزة الإسمس. السؤال عبارة عن سؤال جدا بسيط، لكنه من خلال متابعاتكم على قناة عمان الثقافية ربما تتعرفون على سؤال الحلقة الأمس. يقول: من هو مؤلف الرسالة المطولة في أخبار ظفار بعنوان الدلائل والأخبار في خصائص ظفار؟ هل هو محمد بن علي المنذري أم محمد بن الحسن الأزدي أم عبد الله بن جعفر الكثيري؟ كانت الإجابة عبد الله بن جعفر الكثيري. نتمنى طبعا الحظ السعيد والتوفيق لصاحب الحظ وصاحب الرقم الذي فاز بهذه المسابقة، والرقم هو 95274591. نعيد: 95274591. إذن هو صاحب الحظ السعيد، وألف مبروك طبعا الموسوعة، نتمنى له كل التوفيق. أعزائي المشاهدين، هكذا وصلنا معكم إلى نهاية الفارس لهذا المساء. لازلنا معكم في يوميات معرض الكتاب في نسخته 21 مباشرة إلى مياه والأستوديو. شكرا لك محمد، وكالعادة المسابقة هي ختام حلقتنا، فوصلنا إلى الختام اليوم. كانت حلقتنا عن الطفل في معرض مسقط الدولي والإصدارات المتوفرة له. غدا نلقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.